إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر على قناتكم دائما قناة شوف تيفي. يخلد يعني المغرب اليوم ذكرى عيد الاستقلال المجيد أكيد 18 نوفمبر، ففي كل سنة يحتفل المغاربة بذكرى عيد الاستقلال تخليدا يعني الذكرى التاريخية التحم فيها العرش والشعب دفاعا على الوطن وتحريره من الاستعمار بطبيعة الحال. فشوارع مدينة فاس تتزين بالأحمر والأخضر بالإعلام الوطنية كما كتشاهدوا الإعلام ترفرف، والأجواء بكل صدق يعني الكل يحتفي بهذه الذكرى العظيمة عند المغاربة قلت اللي التحم فيها الشعب والملك من أجل الدفاع على حوزة الوطن واستقلاله بطبيعة الحال. شوارع مزينة بالأعلام الوطنية يعني بطبيعة الحال كان الاستعمار الغاشم يعني يستفيد من ثروات هذه البلاد. الحمد لله جاء الاستقلال وتلاحم بين الملك والشعب، العرش والشعب دفاعا عن الوحدة وتحريره من الاستعمار، وهي مناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي بذلت في سبيل الدفاع عن الوطن وتجسد أسمى معاني التلاحم من أجل الحرية والكرامة. ذكرى عظيمة صراحة كتستوجب منا واحد وقفة ديال التأمل في تاريخ المغرب الغني بالأمجاد والمحطات. بكل صدق كتشوفوا الشوارع فاس كلها مزينة بالأعلام الوطنية، إذا قلت هي وقفة ديال التأمل في تاريخ المغرب الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة، وتخلد يعني في أجواء الفخر، تخلد يعني في أجواء ديال الفخر والاعتزاز والامتنان بطبيعة الحال، حيث تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته بطبيعة الحال. وحدة ديال الوطن راه ما كاين حتى شي واحد يعني يحمل بطاقة تأليف وطني ما غيدافعش الوطن، كلنا مغاربة وكلنا كندافعوا على سيادة الوطن ووحدته بطبيعة الحال. والتلاحم اللي كان ما بين العرش والشعب كان تلاحم كبير من أجل ربما استقلال المغرب. أكيد كنشوفوا الآن المغرب غادي في واحد خطى ثابتة نحو تحقيق يعني إنجازات كبيرة. الحمد لله راه الا جيتي تشوف التاريخ مع دابا راه الحمد لله تطور المغرب غادي لقدام، ونتمناو خير لبلادنا ان شاء الله باذن الله. نتمناو على ان نزيدو نتقدموا ان شاء الله باذن الله ونزيدو نوصلوا في الانجازات يعني اللي كيحلموا بها كل المغاربه بطبيعه الحال. كل الشوارع كيفاش اصبحت تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال المجيد، ذكرى 68 اللي كيقلدها الشعب والعرش بطبيعه الحال. هذه الاجواء المدينه تزينت بالاعلام الوطنيه، حاولوا نقربكم كذلك من يعني الاجواء هنا كبيره. إذا هنا شارع الحسن الثاني،
الذكرى فهي تخلد دائما سنويا في 18 خلال اول مره سنه 1956 بعد ان اعلن يعني استقلال طبيعة الحال المغرب عن الحمايه الفرنسيه والحمايه الاسبانيه. اذا تاريخ 18 نوفمبر كيتم تخليد هذه الذكرى العظيمه عند المغاربه بطبيعه الحال. المتابعين الكرام غنرجعوا من خلال الانشطه اللي غيتم تنظيمها بطبيعه الحال بمناسبه الذكرى العظيمه. غادي نخليكم نرجع معكم من خلال بث مباشر اخر بعد لحظات. حياكم الله، دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.